هدفين مقابل هدف. الهدف الأول لنادي الزمالك جاء مشاهدينا الكرام في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب البوركيني الجديد في صفوف نادي الزمالك عبدالله السيسي من تمريرة إسلام عوض. هذا هو الهدف الأول لنادي الزمالك الذي تقدم به على عكس تماما سير المباراة. ثم استطاع فريق تشيلسي الغاني أن يتعادل في الدقيقة 28 عن طريق الهداف الكبير إيمان والكلوتي الذي يصبح حاليا هو هداف البطولة حتى الآن من تمريرة عرضية من اليمنى. ثم يأتي لك مشاهدينا الكرام في الدقيقة 34 وعن طريق نفس اللاعب عبدالله سيد تألق من جديد في الثاني الزمالك، ينهي الزمالك شوط المباراة الأول متقدما بهدفين مقابل هدف لفريق تشيلسي الغاني.